من أبرز هذه النصائح ما يلي: أولاً، ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، هذا بموافقة الطبيب، مع الحرص على الحصول على فترة من الراحة القصيرة تتخلل وقت الرياضة، حيث تساعد ممارسة التمارين الرياضية على تسهيل الولادة والتعافي بشكل أسرع، هذا بعد الولادة. من التمارين الرياضية التي عادة ما يوصى بها المشي والسباحة. ثانيا، تجنب الوقوف أو الجلوس في الوضعية ذاتها لفترات طويلة للحفاظ على مرونة الجسم. ثالثا، الاسترخاء والتغلب على التوتر والأفكار غير المهمة من خلال ممارسة هواية معينة مثل قراءة كتاب أو الاعتناء بحديقة المنزل. رابعا، الحصول على الراحة قدر الإمكان، واعتماد النوم على الجانبين مع وضع الوسائد عند البطن وبين الساقين، وتجنب النوم على الظهر الذي يصبح صعبا مع تقدم الحمل. خامسا، ارتداء الملابس القطنية المريحة ذات التهوية الجيدة لاحتمالية ارتفاع معدل التعرق نتيجة ارتفاع حرارة الجسم الأساسية. سادسا، استخدام مزيلات العرق المصنوعة من المواد الطبيعية للتخلص من مشكلة التعرق الزائد في حال حدوثها. سابعا، إجراء فحوصات الدم بشكل روتيني لمتابعة قوة الدم. ثامنا، الإقلاع عن التدخين والكحول بشكل تام، والحرص على عدم التعرض للتدخين السلبي، أي عدم مجالسة المدخنين لما في ذلك من تأثير خطير على صحة الجنين. ثامنا، تجنب الانحناء عند مواجهة صعوبة في ذلك، ومحاولة اختيار وضعية مريحة للجسم دائما. تاسعا، تجنب حمل الأشياء الثقيلة ورفعها لما قد تسببه من ضغط على البطن، وقد يؤثر ذلك في نمو الجنين. عاشرا، تجنب الضوضاء والصخب، لأن سمع الجنين قد اكتمل، والتعرض للأصوات المرتفعة جدا يسبب الانزعاج للجنين.